نشكر ربنا عشان وجودنا في محضره. موضوع شغلني قوي بقالي فترة طويلة، وأما فكرت عمل لي الأسيس جون علي الخدمة، فجاب بالي نتكلم في الموضوع ده، لأنه موضوع برضو يمس بطريقة مش دايركت قوي، لكن بطريقة عميقة قوي كل اللي بنمر بيه الأيام دي من ناحية من النواحي. كتير قوي حاليا من الشباب ابتدوا يلحدوا، يعني ده موجود، وحتى بيقولوا انه في كل الديانات الناس ابتدت تلحد، وكتير من حتى شباب الكنيسة عندنا ابتدى يبقى عندهم تساؤلات عن الله او عن وجود الله او عن الحق. طبعا في الوضع الحالي اللي احنا فيه كمان في البلد في ضغوط، لانه الاذاعات والتلفزيون وكل الحاجات اللي بتيجي، ومتوقع ان الكلام ده كمان يزيد، يبقى بيتكلم في حق الديانه المسيحيه بطريقه سلبيه، وبيتكلم في حق الديانه الاسلاميه بطريقه ايجابيه اكتر واكتر، والناس طول النهار قدام التلفزيون، فالناس بتسمع كتير. والكلام ده عمليا مش في مصر بس، في كل العالم، يعني واضح ان الشك جامد قوي قوي، وناس كتيرة بتتكلم وليها اسلوب مقنع ايا كان الباك جراوند، ايا كانت الديانة، ايا كانت الفلسفة، لكن عندهم ممكن من الاسلوب ما يقنع. حتى دلوقتي بما ان العبادة بقت على الميديا موجودة، فممكن حتى نوصل اننا نتفرج على برامج مش مسيحية، ونلاقي ناس بتنفعل انفعالات قريبة مما نحس احنا بيه. فاكر مرة في مؤتمرات سنوي، وسيم عادل عمل حاجة عجبتني جدا، انها ذكية جدا جدا وملفتة. جاب فيديو الاجتماع اسلامي، وجاب الفيديو ده كان عبادة، وركز على وشوش الناس وعلى ردود افعالها، وجاب فيديو تاني من عبادة مسيحية، وجاب ردود افعال الناس وانفعالاتها، ما اكبر الشبه، ما اكبر الشبه. لو واحد بيفكر او بيبص من بره، ايه الاختلاف؟ ناس كتيرة متدينة جدا في ديانات كتير، وبتتصرف تصرفات كتيرة كويسة وبأخلاقيات عالية، ساعات بيخجلوا حتى بعض المؤمنين بتصرفاتهم. ناس كتيرة تحكم وتقول مش دول أصح. ناس تانين بيقولوا انه كل الطرق تؤدي الى الله، كل الديانات تؤدي الى الله، انت بس المهم تبقى عندك ضمير وخلاص، لكن كلنا بنعبد نفس الاله. ناس بتفكر انه لا، احنا ممكن نعمل ديانة يونيفرسال، ديانة لكل العالم، ناخد فيها مقتطفات من ده ومن ده ومن ده. كل ده موجود في العالم، كل ده بيتفشى جامد في العالم، وكل ده وراه ناس كتيرة بتؤمن وبتقتنع وبتصدق. ناس بتقول انه مفيش حق مطلق، ما يحقش لحد يقول انه يمتلك الحق وينادي للآخرين ان هم يقتنعوا بما يقتنع به، لان لا يوجد حق مطلق. دي كلها اراء وفلسفات موجودة حوالينا في العالم، وكل الشباب بتاعنا بيواجه ده وبيتعب جدا من ده. فكرت النهاردة نتكلم فيه ونتأمل فيه. لو ده موجود في العالم فعلا، لو الله بالحقيقة موجود، مش ربنا كان لازم يعلن نفسه بطريقة واضحة، يقول سكتي فين، ولا يسيب الناس تايهة وتتخبط في الأفكار المختلفة؟ الحقيقة في الكتاب المقدس بيتكلم عن تاريخ زي تواريخ مكتوبة في كتب تانية، لكن التاريخ ده
باين فيه حاجة زيادة عن الباقي. ودي النقطة اللي نفسي نتكلم فيها النهاردة. خليت العنوان بتاع الخدمة لمن شهد الله. مين من كل الناس، مين من كل المعلمين، مين من كل المبشرين، مين من كل الأنبياء شهد لي الله وقال ده تبعي؟ وإزاي ربنا شهد لده؟ ده اللي نفسي نتكلم فيه مع بعض. خلونا نفتح، هنفتح بعض الشهادات الصغيرة وبعد نتأمل بعض التأملات وننهي. الشواهد، الشيء الغريب أنها جت كلها في أصحاح 2. يشوع أصحاح 2 بيتكلم على قصة أعتقد كلنا عارفينها. أما أرسل يشوع 2 جواسيس ليتجسسوا أريحة، وراحوا ودخلوا عند رحاب الزانية. كانوا خلاص على أعتاب الدخول لأرض كنعان، كانوا طلعوا من أرض مصر وربنا شق البحر الأحمر أمامهم، وعدوا قعدوا في البرية وراحوا وحاربوا شوية بعض الملوك قبل ما يوصلوا لأريحة. خلونا نقرأ الجزء ده من عدد 1 لغاية عدد 11 ونشوف الأحداث حصلت إزاي وربنا عمل إيه ورد فعل الناس إيه. فأرسل يشوع ابن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا اذهبا انظر الأرض وأريحا. فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب واتجعا هناك. فقيل لملك أريحا هو ذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسسا الأرض. فأرسل ملك أريحا إلى رحاب يقول أخرج الرجلين اللذين أتيا إليك ودخلا بيتك لأنهما قد أتيا لكي يتجسسا الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما. وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان، لست أعلم أين ذهب الرجلان، أصعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما. وأما هي فأطلعتهما على السطح وورتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. فسعى قوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض، وحلما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب. وأما هما فقبل أن يتجع صعدت إليهما إلى السطح. اسمعوا الكلمات اللي جاية. وقالت للرجلين علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. هنيجي للشاهد ده تاني، لكن نقرأ شاهد تاني من إنجيل متى صح 2، سوري إنجيل مرقس صح 2. القصة اللي فيها المسيح عمل معجزة أما الأربع شباب جابوا الشخص المفلوج وأنزلوه قدام المسيح. عشان ما طولش قوي عليكم خلونا نقرأ من عدد 5. احنا عارفين القصة، ما جم ونقبوا السقف ونزلوا الشاب. من عدد 5 فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف، من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟
أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط. يسوع عايز يعلن إعلان عن نفسه أنه يغفر الخطايا، وعشان يأكد للناس أن ده حق بجد صنع هذه المعجزة، عشان يقول لهم إذا حصل قدامكم أصل سهل الكلام، سهل أقوله، سهل جدا أقوله مغفورة لك خطاياك، مين عارف اتغفرت ولا لا؟ لكن عشان أخليكم تصدقوا أديكم البرهان على صدق كلامي أني أقدر أن أغفر خطايا، أني ابن الله بجد ولي السلطان ده، صنع هذه المعجزة وأقام الرجل. المعجزة اللي حصلت كانت عشان تثبت وتؤكد صدق ما قال، مش مجرد كلمات، كلمات مبرهنة مثبتة من الله بمعجزة. أعمال أصحاح 2 من عدد 22، دي العظة بتاعت بطرس في يوم 50، بيشهد فيها عن يسوع، وبيشهد فيها عن يسوع لأعداء المسيح اللي هم صلبوا المسيح واللي ما قدروش يعلقوا على الكلام اللي بطرس قاله لأنه عارفين أنه حق. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما وبعدين صلبتموه. لكن اللي عايز يقولهم لهم أنه يسوع ده رجل قد تبرهن لكم من قبل الله، الله شاهد ليسوع إزاي بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده كما أنتم أيضا تعلمون. هنرجع تاني للشاهد، آخر شاهد في المقدمة، عبرانيين أصحاح 2، أما بيعلق كاتب العبرانيين على الخلاص اللي الله أعلنه واللي استخدم فيه الرسل، من عدد 1 بيقول الكلمات دي: لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوته، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، بيتكلم على العهد القديم، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب يسوع بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. إزاي تثبت لنا؟ من تلاميذ المسيح الذين سمعوا، شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. الشواهد دي شواهد قليلة جدا، لسه في شواهد تانية جايز هنعدي عليها، لكن دي شواهد قليلة جدا بتقول من الكتاب المقدس إنه ربنا، لأنه فوق الطبيعة، ربنا أكد حقه بأنه صنع معجزات كثيرة لغاية أما جاب لنا الكتاب المقدس بين إيدينا مبرهن ومثبت بأعمال خارقة ما عملهاش حد. لكن كل مرة كان ربنا بيعمل دي عشان يقول ده اللي تبعي. مش ده الحاجة الوحيدة اللي بنتكلم فيها في مصداقية الكتاب المقدس، بس أنا عايز أقول إن ناس كتير عندها كلام كتير وبيحاولوا في حاجات كتير، لكن الحاجة اللي بجد غريبة، قارن أي ديانة تانية، قارن أي فلسفة تانية، قارن أي حد تاني، كلام كلام مهما كان قوة إقناع، لكن فين اللي يقول إن شور إن ده أكيد إن ده اللي من الله؟
لولا ان ربنا قال ان ده هو اللي انا بعمله بطريقة فوق قدرات البشر ان يصنعه. لو خدنا القصة بتاعت الكتاب المقدس من الاول، ربنا خلق ادم. تخيلوا معايا وتصوروا لو اي حد مننا كان ادم، فجأة صار لي وعي، كان لا شيء من العدم، وبعدين صار بني ادم واعي. تخيلوا ادم كان اما ربنا صنعه اكيد كان نايم على الرمل، وبعدين فتح عينيه شاف سماء وشاف اقمار ونجوم، جايز كان في بحر قريب، عصافير طايره. ايه ده؟ ايه الخبره دي؟ يفهم ايه؟ اكيد حاجه تجنن شخص واعي ومش عارف اي حاجه. الله شخصيا ظهر لادم وابتدى يتكلم معاه. فبدايه الموضوع علاقه البني ادم بالله انه ربنا ظهر له وابتدى يتكلم معاه وابتدى يتمشى معاه. فادم ابتدى يعرف الدنيا ويفهم من شرح الله شخصيا لي. اذا الله اعلن نفسه بانه ظهر لادم. قصة آدم كلها عارفينها لغاية ما طرد من الجنة هو وحواء، وبعدين قايين وهابيل، ونتابع إن ربنا مازال بيتكلم شخصيا مع الناس عشان الناس يعرفوا مين ربنا. فربنا كان شخصيا بيتكلم مع هابيل وبيتكلم مع قايين، وإن أحسنت أفلا رفع، كان ربنا بيتكلم وربنا بيظهر في صورة ملايكة، في صورة بني آدم، بأي طريقة، لكن كان ربنا بيتعامل شخصيا دايركتلي على طول بصفة شخصية مع الناس. وبعد كده في حكمة الله كان أنه يختار إبراهيم عشان يكون أب لشعوب كثيرة، وظهر الله لإبراهيم. برضو مازال الموضوع في حيز أن الله لازم يظهر للناس عشان يتكلم معها. مفيش باكجراوند، مفيش كتاب مقدس، مفيش أي خبرات تقول للناس يعرفوا ازاي الا ان ربنا يظهر ويتكلم معاهم. فربنا كان بيظهر شخصيا ويتكلم. وعشان ربنا يقول لابراهيم وياكد له هو مين، وعد وعد غريب وعمل معاه معجزه عظيمه. احنا نعرف ان ابراهيم كان عجز قوي، وساره كانت عجزت قوي، وما كانش الطب متقدم لدرجه انه ينفع، وان كان الطب المتقدم حاليا مازال ما وصلش لسن 90 ينفع يعمل فيه حاجه. لكن ربنا عمل معجزة عظيمة مع إبراهيم عشان يقول له أنا الله القدير بجد. وإبراهيم صدق وآمن، وربنا صنع المعجزة دي مع إبراهيم. نفس القصة مع إسحاق، مع يعقوب، ربنا كان بيظهر ليهم. فضلت القصة بالطريقة دي لغاية ما نوصل لغاية موسى. حتى الشعب واللي حصله في أرض مصر ربنا كان تنبأ عنه أنه ده هيحصل. قال إبراهيم أنه الشعب أولادك هيتزلوا في أرض غريبة لمدة 430 سنة. وبعدين أما ربنا اختار أنه يبقى في موسى ويبقى شعب إسرائيل والقصة دي، ظهر لموسى في علاقة تحترق فيها نار ولكنها لا تحترق. برضو شيء غريب، لكن عشان ربنا يقول له أنا الله، وقال له روح قل لشعبي أو أطلق شعبي من أرض مصر، روح لفرعون وقل له يطلع الشعب بتاعي من أرض مصر. أوكي، موسى شاف الحاجة العظيمة دي وشاف العلاقة، لكن قال له هروح أقول لهم إيه؟ يعني أنا كده بنتحر، هروح لفرعون اللي أنا كنت هربان منه وبعدين أقول له أطلق الشعب؟ يعني ايه اللي بتقوله ده يا رب؟ ازاي يعني؟ ربنا كان لازم يعمل له حاجه عشان الكلام ده ينفع. فقال له على الفكره انه حط ايدك في عبك وطلعها، طلعت برصاء، رجعها تاني. قال له العصايه اللي في ايدك ارميها، فصارت تعبان. هايل يا رب، اشكرك جدا انك قلت لي على حاجه اقدر اعملها عشان اقنعهم بطريقه فوق طبيعيه انه انت الله اللي دعيتهم، غير كده مش هيصدقوا. راح موسى ودخل لفرعون، شاطر قوي، هايل. فرعون الله بيقول لك اطلق شعبي، مين الله اللي انت بتقول عليه ده؟
فقال له طيب، راح حط ايده في عبه وطلعها. جم الصحراء عملوا نفس القصه، رمى البتاع صارت تعبان، الصحراء رموها عملوها تعبين. ايه يا موسى انت جاي بتعمل ايه؟ ايه يا رب؟ اكيد موسى بالنسبه له اتفضح، يا رب انت ضيعتني. لكن الله مش كده، بالعكس، في قوة شيطانية بتعمل حاجات فعلا، لكن لازم الله يميز برضو الحق فين. مش اي حد بيعمل حاجة معجزية بقى من الله، وهنلاقي في كتاب مقدس مليان حاجات كده، لكن في كل مرة ربنا بيعمل حاجة عشان يقول انا مين. رمى موسى العصاية بتاعته تحولت لتعبان، هم رموا الصيام بتاعتهم تحولوا لتعبين، and then التعبان بتاع موسى اكل التعبين التانية. فأي حد بيفكر، أي حد عايز يفهم، عايز يستوعب، لا، التعبان بتاع موسى أشد 100%. ماشي، ما وقفتش عند ده، ابتدت الضربات اللي ربنا سمح بيها، كل الضربات لما ابتدى ربنا يضربها، جم السحرة عملوا نفس القصة ورفعوا الضربات. كان الموضوع بالنسبة لهم سهل، قدروا يعملوا حاجات. مرة في التانية، في التالتة، ابتدوا يقولوا لفرعون دي إيد ربنا، دي مش بتاعتنا، الشياطين تقف عند دي، ما تقدرش تعمل اكتر من كده. وقالوا الفرعون مش احنا، قالوا الفرعون دي مش قوة شيطانية، دي قوة الله. والضربات ابتدت تبقى مميزة جامد قوي، ان يعني ضلمة في كل حتة بس منورة عندهم، ضفادع في كل حتة بس هم ما عندهمش ضفادع، كل حاجة ابتدت تبقى سيلكتيف، يعني بتنشن وبتختار فين اللي يتعمل الحاجات. كل دي معجزات بيشوفها ملايين الناس. ربنا ما بيعملش كلام ده في حتة مدارية، كلام ده بيشوفه ملايين الناس. وفي الآخر أما الله قال لموسى اعمل الفصح وجهز الشعب أنه هيطلع بالضربة الأخيرة اللي هي ضربة قتل الأبكار، طلع الشعب وبعدين راحوا متزنقوا قدام البحر، وجاء فرعون جري وراهم، فبقى البحر قدامهم وفرعون وراهم، وخلاص هنموت. وابتدوا يصوتوا، ربنا صنع أمر عظيم، قال لموسى يا موسى مد العصا بتاعتك على البحر، والله شق البحر وعدى الشعب. الشعب اللي طلع من أرض مصر كانوا 70 شخص، اللي طلعوا وراحوا يعني من أرض كنعان لأرض مصر كانوا 70 شخص، اللي طلعوا من أرض مصر بعد 430 سنة كانوا فوق 500,000. فالأحداث اللي حصلت، الضربات العشرة اللي حصلت، عناد قلب فرعون، ربنا كان عمال يتمجد وعمال يسمع في العالم كله اللي عمله، واللي حصل سمع في العالم كله. عشان كده أما عدى الشعب في البحر الأحمر، الكلام ده عدد مهول، شعب مصر كله سمع بيه، جيش فرعون اللي طلع وراهم وغرق، شعب إسرائيل نفسه اللي عدى في الأرض اليابسة، وكمان الحاجات دي سمعت. اما راحوا ودخلوا ارض كنعان، رحاب قالت لهم احنا سمعنا ازاي ربنا يبس بحر صوف امامكم، يعني ربنا كان عمال يسمع انه دول بتوعي، الشعب ده بتاعي، انا اللي وراهم، انا ورا الناس دي، دول اللي ينتموا ليا، مش الصحراء بتوع فرعون، مش اي حد بيعمل اي حاجه تانية، دول اللي تبعي. وابتدى الله يميز ويحدد. وبعدين لما راحوا تحت جبل سيناء، ربنا نزل على الجبل وكان الجبل بيدخن، ربنا اتكلم والشعب سمع الله بيتكلم، وقالوا موسى هنموت، اطلع انت اتكلم مع ربنا. بعد ربنا اداله لوحي الشريعة واداله التفاصيل بتاعة المسكن اللي المفروض يتعمل، وبعد كده عملوا خيمة الاجتماع اللي ليتر عن بقت الهيكل، وبقى واضح من كل التاريخ ده ان الهيكل ده بتاع الاله ده، الاله ده اللي عمل كل اللي فات، فالحاجات موصولة ببعض. يبقى الاله اللي عمل كل الحاجات دي ده الهيكل بتاعه. وابتدى الله يتكلم، ابتدى الله يتكلم مع الناس ويبعت لهم انبياء يتكلموا بكلامه. حصل حاجات كتيرة صعب أدخل في التفاصيل، لكن أنا بس بعدي على حتة نقط مهمة توضح لنا الفكرة، إن ربنا ما سابش الدنيا كده، لكن ربنا ماشي بوضوح شديد بيأكد هو مين ومين اللي تبعه. حصل مرة موقف
كبير قوي، وكان في آلهة كتيرة طلعت وبقى في هياكل كتير ومعابد كتير. طب فين الإله الحقيقي؟ مرة في موقف مع إيليا عمل إيليا حاجة تانية عشان يقول للشعب يا شعب فوقه مين اللي بتعبده، وإن الإله الحقيقي هو الإله اللي أنتوا بتعبدوه. في ملوك الأول صح 17 أم صح 18 سوري، أما جينا للموقف ده إن إيزابل عندها أنبياء بعل، فإيليا قرر إنه يعمل حاجة عشان يفوق الناس ويوضح مين الإله الحقيقي. فعمل القصة دي وقال لهم أنتوا يا أنبياء البعل هاتوا ذبيحة وحطوها وصلوا لإلهكم، ولا هجيب ذبيحة وحطها وصلي الإلهي، ويكون الإله اللي يستجيب إنه ينزل نار من السماء يبقى هو الإله الحقيقي. جم احنا عارفين القصة وقعدوا وتقطعوا بالسيوف وقعدوا يصرخوا وهو قاعد يتهكم عليهم، ولا حاجة حصلت. بعدين هو جاب الحطب والطور وحطه وغرق الدنيا مية عشان محدش يقول ان في نار غريبة، حط مية من كل حتة غرق الدنيا بالمية وصلى الصلوة دي بيقول استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب انك انت الرب الاله وانك انت حولت قلبهم رجوعا. فسقطت نار الرب واكلت المحرقه والحطب والحجاره والتراب ولحست المياه التي في القناه. فلما راى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله. حتى اما كان في انبياء تانين وحاجات تانيه ربنا عمل حاجه يقول بها ما زلت انا هو الله، انا اللي الشعب ده بيتعبد لي، انا صاحب الهيكل ده. وابتدى ربنا يتكلم بالأنبياء وابتدى يخلي ناس تميز بين الأنبياء اللي بيتكلموا بصدق والأنبياء الكذبة، والأنبياء اللي ابتدوا يتكلموا عن مجيء مخلص وحطوا صفات بتفصيلات رهيبة زي ما نشوف سفر إشعياء. طبعا الشعب ما كانش مستوعب قوي التفاصيل، لكن اتكلم ربنا من الأنبياء انه في مخلص جاي لشعب إسرائيل، في مخلص جاي لشعب إسرائيل. عدت الأيام وجاء في يوم كان زكريا في الهيكل وظهر له ملك عشان الحاجات الفوق طبيعية رجعت تظهر تاني حوالين ميلاد المسيح، وربنا ابتدى يتدخل بصورة واضحة قوي قوي عشان يقول يوجد شيء هام بيحصل تبعي عشان كانت انقطعت النبوة لفترة. وزكريا رأى الملاك طبعا واتخرس عشان ما صدقش، وأنبأه بولادة يوحنا المعمدان اللي جاء برضو من أليصابات اللي هي كانت عاقر. وبعدين ظهر ملاك لعذراء من أورشليم اللي هي العذراء مريم واتكلم معاها انك هتحبلي وهتحبلي بلا رجل والروح القدس هيحل عليكي. ووقت ميلاد المسيح ظهرت ملائكة في السماء والمجوس شافوا النجم اللي في السماء، أحداث غير مش عادية، أحداث فوق طبيعية. ربنا عمال يشاور ويقول أنا بعمل حاجة في العالم، أنا بعمل حاجة في التاريخ، أنا بشهد عن اللي أنا بعمله، مش كلام، مش مجرد كلمات. وجاء بعد كده المسيح أما ظهر ويوحنا المعمدان عمده، حتى دي حصل بمعجزة ربنا أعلن ليوحنا المعمدان اللي هينزل روح القدس عليه مثل حمامة، هو ده حمل الله، هو ده اللي يخلص العالم. وابتدى يوحنا يشهد عن المسيح انه أنا شهدت ورأيت لأن ربنا قال لي ان في واحد وانت بتعمد الناس هينزل عليه الروح مثل حمامة وحصلت، وأنا بشهد وبقول ان هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وبعدين جاء المسيح نفسه في حياته اللي كانت مليانة كمية معجزات غير طبيعية. احنا بنعدي على الحاجات كده من غير ما نحس، لكن ممكن آية واحدة يكون شفى فيها مئات او الاف. مثلا في مرقس صح 2 اما مرقس صح 1 اما خرج يسوع من المجمع وراح لبيت بطرس كانت حماته محمومة وشفاها، بيقول كده عدد 32 من مرقس صح 1 لما صار المساء إذ غربت الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب فشفى كثيرين. دي آية واحدة، شفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة وأخرج شياطين كثيرة ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوا. كمية الآيات اللي بتتكلم على أن يسوع شفى قد كده ناس، نعرف مرات
كثيرة يسوع أقام موتى. يوحنا الرسول في آخر حياة وهو بيحكي عن حياة المسيح وهو بيعلق في آخر الإنجيل بتاعه بيقول يوحنا 20 عدد 30 بيقول وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. حياة يسوع كانت مليانة بمعجزات كتير قوي 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 قوي. يعني كل اللي كتب ده مع أنه ما كتبش بالتفصيل. يعني في حاجات كانت بالتفصيل يجيب المعجزة لكن في حاجات تانية كان بالكم بلا أسماء وبلا تفاصيل. وحتى كل ده في حاجات كتيرة يسوع عملها ولم تكتب. ويوحنا صح 21 في آخره برضو بيقول كده وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة فواحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. أمين. الله شاهد ليسوع جدا. حياته كانت ممتلئة بأمور فائقة للطبيعة. وعشان كده بطرس أما ابتدى يتكلم الآية اللي قريناها في أعمال أصحاح 2 قال لهم يسوع النصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب كما أنتم أيضا تعلمون. الله صنع بيسوع ويسوع صنع بسلطانه كمية معجزات مهولة. يسوع في حياته قال إن أنا حموت وحقوم. ودي التلاميذ ما فهموهاش وما صدقوهاش. لكن بعد ما يسوع مات وقام ظهر التلاميذ اللي عاشوا معاه. وبرضو لوقا الطبيب عشان يأكد الحقيقة حتة البراهين دي مهمة جدا. إن ربنا كل اللي عمله ده كله براهين كتيرة قوي 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 عشان ما يديش مجال للشك. عشان في الآخر يقول أنت بلا عذر أيها الإنسان. بيقول إنه يسوع بعد ما قام الذين أراهم أيضا نفسه حيا التلاميذ ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما يتكلم عن الأمور المختصة ملكوت الله أو ملكوت السماوات. يعني يسوع أكد لهم جدا لألا حد يشك. قعد 40 يوم كان بيظهر ليهم كتير ويتكلم معاهم ويقعد يأكل معاهم ويعلمهم عن ملكوت الله إلى أن صعد بطريقة برضو معجزية أمام عيونهم للسماء. ولهم استنوا إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. والتلاميذ بعد ما حل عليهم الروح القدس طلعوا وابتدوا يشهدوا عن يسوع أن يسوع ده هو مخلص العالم وأن يسوع مات وقام. صحيح ما ظهرش لكل الناس لكنه ظهر لنا وإحنا بنشهد عنه أنه ما فيش طريق تاني لله إلا يسوع. جايز بيكذبوا يعني جايز لغاية يسوع كانت الدنيا ماشية كويس ويسوع عمل قد كده معجزات وهم بيكذبوا. الله قال لا دول بتوعي. يسوع مات وقام والحق اللي بيشهدوا ليه ده الحق بتاعي عشان كده أنا هأيدهم. كمية المعجزات اللي التلاميذ صنعوها في سفر أعمال الرسل كتيرة جدا وكانت بتسكت الناس كتير قوي قوي. الفريسيين والكتبة ورؤساء الكهنة في أعمال أصح 3 أما بطرس ويوحنا شافوا الرجل الأعرج باسم يسوع حاولوا يعملوا أي حاجة بس بيقول مش قادرين يعملوا لأن الرجل الأعرج الناس كلها عارفينه. يعني 40 سنة قاعد مقعد وشافوه خف مش قادرين يتكلموا بيحاولوا يهددوهم وخلاص مش قادرين لأنه الناس كلها عارفة أن في معجزة حصلت من الرجل ده. ربنا بيشهد بيقول الناس دي اللي بتقوله صح. أنا مش هضل الناس أنا مش هكذب على الناس لكن أنا بأكد ليكم أنه اللي بينادوا بيه ده حق اللي بينادوا بيه ده من عندي. وبطرس قال الكلمات دي أنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وشهدوا ليسوع المسيح وشهدوا لخلاص اللي بيقدمه المسيح وشهدوا لقيامة المسيح رأوها بعينيهم وشهدوا وضحوا بحياتهم من أجل كده. لكن كل ده كان يسوع بيأيدهم بالقوة وبمعجزات عشان يقول انه الناس دي بتقوله هو الحق وما يسيبش مجال
ان الموضوع يبقى مجرد كلمات. وده اللي قاله كاتب رسالة العبرانيين اصحاح 2 الجزء اللي قريناه، انه كيف ننجو ان اهملنا نحن، ان اهملنا خلاصا هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب روح القدس حسب إرادته. والرسل دول اللي ربنا شهد ليهم هم اللي كتبوا وهم اللي كانوا مسؤولين عن كتابة العهد الجديد عشان يوصل لنا في الآخر حق الله ده، مؤيد ببراهين من الله شخصيا، ومش حاجة اتعملت في الزاوية أو حاجة شخصية واحد رأى رؤية وخلصت، لكن دي شهادة الله عبر العصور لملايين ملايين البشر عشان يقول ده حقي. التفتوا واسمعوا، ويسوع اللي الكتاب ده اتكلم عنه هو اللي تقدروا تبنوا حياتكم عليه لخلاص أبدي، وما تخافوش لأن ده الحق اللي الله قال عليه أنه حق والأثبت أنه حق. لو قارنا أي حاجة تانية، بليز فكروا، قارن أي حد تاني علم أي تعليم، نادى بأي منادى، ويتبعه أي عدد من الناس، فين شهادة الله؟ فين شهادة الله؟ كلام 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 بس. هل يوجد ما يوازي الكتاب المقدس في شهادة الله لي؟ هل يوجد ما يوازي المسيح في شهادة الله لي؟ في الأيام اللي جاية مهما كانت ضيق، مهما كانت الظروف هتمشي ازاي، يا رب نشكرك نحن نعلم الحق. يا رب ده الحق الحقيقي، الحق اللي مش زي أي حق تاني، اللي مش كلمات، اللي نقدر نبني عليه حياتنا تماما بلا خوف، ونقدر نرفع قلوبنا ونصلي واحنا عارفين ان نعرف الاله الحقيقي ابو ربنا يسوع المسيح، لان ربنا شاهد عن الحق. ربنا دي نعمة اننا نتمسك بالحق لينا، اننا نرمي حياتنا بالكامل على المسيح وعلى النعمة اللي لينا في المسيح، وان النادي بالحق ده للناس اللي حوالينا، لأولادنا لشبابنا. صعب الواحد يقارن زي بالظبط ما ربنا قال بمن تشبهونني فأسويه، بمن تشبهونني فأسويه، ويسوع ممكن يقول بمن تشبهونني فأسويه. خلونا نصلي بعد فترة صمت، حطلب من الحلقة أسيس مكرم ليتقدمنا في الصلاة. يا بان السماوي نشكرك.